فهو المعبود المحبوب المراد، وهو المعين لعبده على وصوله إليه وعبادته له. ولذلك إذا لم يعنك الله لم تستطع العبادة إلا بعونه سبحانه. ولهذا من أفضل الذكر أن تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. إذا لم يعنك الله ويقويك فإنك لا تستطيع أن تفعل شيئا. نعم.